السلام عليكم. اليوم رحوا نزوروا المارينا تاع الجزائر، نشوفوا وين وصلت الاشغال، ونظرا لطول الرحله هذه سوف نقسمها الى عده اجزاء. اليوم نعرض عليكم الجزء الاول اذا نتاع الرحله هذه، وستكون لنا فيديوهات اخرى في اجزاء اخرى، ربما 3 أو 4 أجزاء. الدخلة هنايا، إذن هذه هي الدخلة الدوتيكي إذن هذه هي الدخلة، غلطنا من جهة ملهيه ماشي ملهيه. نروح نشوف وين وصلت الأشغال، يعني فيه أجزاء كثيرة قد انتهت الأشغال فيها، وفيه جديد يعني بالمقارنة لآخر مرة اللي جيت فيها. هذه عندها تقريب عام. إذن نروح نشوف واش كاين جديد، نخليكم تتابعوا الجولة هذه وما نعلقش بزاف، نخليكم تشوفوا وحدكم. إذن أترككم تتجولوا، إن شاء الله تكون فيها جولة ممتعة في هذه المارينا نتاع ولاية الجزائر العاصمة. إذن هنا رانا في الجزء الأول اللي شفناه، واللي كان تمت يعني الأشغال فيه هذه مدة حوالي عامين. نزيدو نافونسيو القدام، نروحو نشوفو جديد المنطقة الجديدة هذه اللي تمت الأشغال فيها، واللي ما تظهرش في الصور تاع جوجل، لأن الصور تاع جوجل قديمة شوية. إذن نروح ناخد فكرة نتاع الأشغال كيما راهي اليوم تاع أول أكتوبر 2023. وهنا راني بالاتجاه تقريب مقابل للشمس، الصور راح تكون شوية ناقصة. هنا ندخل في المنطقة الجديدة ونروح نشوف، نزيد نطلع فوق الجسر هذاك اللي راه على اليمين، نزيد نطلع فوق الجسر هذاك وناخذ الصورة من فوق. لاحظ يعني الصورة تعطينا فكرة أوضح عن هذه المنطقة. إذن هذه هي المنطقة الجديدة التي تمت الأشغال فيها. إذن هذه هنا رانا في المنطقة الجديدة اللي تمت الأشغال فيها، واللي على حسب ما نلاحظ الأمر تبدو يعني أفضل من المنطقة الأخرى اللي كملناها. إذن الأشغال هنا تبدو أفضل من ناحية التصميم، وكذلك من ناحية نتاع يعني تنفيذ الأشغال. إذن يجب لي ربي العمل أفضل، حيث أنه استعملوا تقنية نتاع البيتون بريت
الاسمنت بريت اولا هنا هنا في المنطقة هذه، استعملوا البيتون بريت، شيء جميل. وشفنا البيتون بريت في اول مرة في التنفيذ نتاع مقام الشهيد، وين استعمل الكنديين لأول مرة في ثمانينات القرن الماضي استعملوا هذا البيتون بريت في التنفيذ نتاع التهيئة الخارجية. إذن هذه الحاجة الأولى، هنا نشاهد البيتون بريت، يعني بيتون بدون تغليف اولا، وهذه تقنيه جيده. اذا كان فيه كوفراج يكون مليح، لازم يكون الكوفراج مليح اولا. الحاجه الثانيه الجيده في هذا التهيئه هي انه السمك نتاع لي بوردور نتاع الاطراف نتاع المساحات الخضراء، السمك جيد جدا، لانه استعمله حوالي 50 الى 60 سنتيمتر في السمك نتاع لي بوردور. هذا الشيء جميل وجيد. وكذلك الشيء الثالث اللي حبينا ناكدوه هو انه البيتون امبريمي، هذا البيتون امبريمي راه مستعمل بطريقه جيده، فيه اتقان في الوضع نتاع البيتون امبريمي. اذن هذا الشيء اللي لاحظته في هذه التهيئه الجديده لمارينا الجزائر. اذن هذا جزء جديد. الآن راني مشيت حوالي 500 متر منذ المدخل نتاع المارينا، ومازال فيه حوالي 2 إلى 3 كيلومترات في الطول نتاع المارينا هذه. إذن هنا نلاحظ أنه فيه عمل أنجز بمعايير تعتبر جيدة، و إذن هذا هو هذه هي التهيئة الجديدة نتاع المارينا. تنقص حاجة هي لربما ما زال تزيد تجي في وقتها، ينقصوا الكراسي وكذلك المظلات لي بيرغولا، يكونوا فيه دي بيرغولا لتوفير الظل. هذا أمر مهم جدا مادام أن الأشجار ما زال لها صغيرة. وكذلك الشيء الملاحظ والإيجابي هو كثرة الأشجار، غرسوا أشجار كثيرة من نوع الواشنطنية، هذا البالمي واشنطنية اللي يستعمل كثير في الولايات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويستعمل كثير في المارينات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحمل الحرارة نتاع الجو هنا في شمال افريقيا. اذن هذا شيء مهم و ايجابي. اذن هنا لاحظ انه فيه طريق، هنا كاين طريق نتاع السيارات، هذا كذلك مهم تكون فيها طريق سيارات. و لاحظ انه التهيئة في هذه المنطقة قد تمت
والمنطقة تعتبر كبيرة جدا، فيها حوالي كيلومتر ونص. إذن هذا هو، هنا نلاحظ أنه حتى الرصيف هذا قد أنجز. هذا كان في المرة الأخيرة اللي جيت لهنا، كان في هذه المنطقة كانت أشغال كبيرة، والآن انتهت كل الأشغال، انتهت كل الأشغال. وهنا نلاحظ فيه كراسي تم وضعها هنا لمقابلة البحر. إذن هنا في هذه الكراسي لاحظ أنه الطريقة اللي وضعت بها الكراسي غير جيدة. ولاحظ في الأفق هناك الميناء نتاع الرحلات البحرية، نشوفوا هي الميناء بالأحمر، ونشوفوا الباخرة اللي تدير الرحلات البحرية ما بين إذن مارينا هذه وشواطئ الولاية الجزائر، وكذلك إلى حتى حدود ولاية بومرداس إلى كاب تامن فوست، وكذلك نحو باتجاه ولاية تيبازا عبر الساحل. نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول هذا، ولنا موعد مع الجزء الثاني لنشوف ما يعني مناطق أخرى من هذا التهيئة لمارينا الجزائر. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.